بسم الله. من الحاجات الكويسة في الريفت موضوع الفابريكيشن بارت، وده ظهر في ريفت 2016. هو عبارة عن ايه؟ عبارة ان انا دلوقتي في الموقع، مثلا لو مرسوم لي ضغط 30 متر، مش هقدر اجيب 30 متر واحطهم، لا بيبقى مترين مترين مترين. فهو هنا بيبدأ يقسم لي الشغل بالطريقة ديت، فبيظهر لي القطع اللي هتتعمل في الموقع نفسه هتتعمل ازاي، تمام. وفي بعض الحاجات الكتيره جدا اللي بترسمش من خلال الريفت هو بيرسمها، زي الباسبو ايه مثلا. طيب انا هقول له فابريكيشن بارت، فبيظهر لي حاجه اسمها ام اي فابريكيشن بارتس، بقول له سيتنج، وابدا اختار الاعدادات اللي انا عايزها، وليكن مثلا ريفت ام اي بي متريك، وابدا اختار انا عايز اني دكت وورك، عايز اني الكتريكال، عايز اني بايب، عايز بيبسي مثلا اهوت. بعد ما اخترت اللي انت عايزه بتقول له اوكي، فبيبدا يحملهم لي هنا في الام اي بي فابريكيشن بارت، وبتلاقي السيرفيس اهي، وبتلاقي الجروب اللي انت عايزها، يعني تقدر تختار اي حاجه من اللي احنا لسه مختارهم دلوقتي. الجروب بتلاقي الحاجه اللي انت عايزها، ريكتانجل راوند زي ما انت عايز، وتبدا بقى تشكل اللي انت عايزه، تمام. هقول له مثلا عايز حاجه ستريت اهي. او الضغط اهوت، واول ما بتحط اي ضغط تاني بيبدا ياخد نفس السايز. يعني لو انت جيت ترسم حاجه جديده وقلت له خلي دي مثلا 300 في 300، بيبدا ياخد نفس السايز للتركيبه كلها. لو انت غيرت هنا وركبت حاجه لوحديها هتاخد الماس الجديد، تمام. طيب انا دلوقتي عايز ابدا ارسم في الكوع مثلا، فبقول له انا عايز ريديس البو، وبتبدا تركب. وبرضه الخصائص اللي انت تقدر تغير بيها، يعني زاوية الانجل دي عايز تخليها مثلا 45 مثلا، تمام. اهو اداك الكوع اللي هو 45، وبتبدا توصل الشكل بتاعك زي ما انت عايز. ده الانتكاب، لو انت خلصت الرسمة بتاعتك اهوت الانتكاب. في radius offset، بعض التفاصيل هنا مش موجودة في قلب الريفت العادي. عايز ترسم مثلا سكوير تاب، عايز ترسم سكوير للراوند، يعني التقطيعات اللي فعلا ممكن تحتاجها أثناء الشغل. ده سكوير للراوند، فأنا أبدأ بقى أروح للراوند وأبدأ اختار ان هرسم الراوند. في طريقة تانية، لو انت عندك المشروع كله معمول ضغطات و والحاجات ديت، تمام، ان انت مجرد بس بتعمل سيلكت وتاب، هتلاقي ظهر لك ديزاين تو فابريكيشن. فمجرد تختارها بيقول لك عايز اي نوع من انواع الدكت وورك. لو انت مختار اكتر من واحده فيبدا هو يقسمهم لك بالشكل دوت، يحولهم لك فابريكيشن دكت، تمام، بحيث ان انت تبعت له الموقع بالتفصيل بتاعتها، وبالذات لو حته كبيره يبدا هو يقطعها. وتقدر هنا تقول له انا عايز اديت بارت، بحيث ان انت تعدل الخصائص. تقول مثلا اللينس ده انا عايز قد كده، الويتس ده قد كده. القطعة دي انا عايزها 2 متر بس، وهكذا.